ولا أولى مساحاتنا الصباحية. ونحن بنعرف عفاف دائما في مقولة بتقول إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولكن ورغم أنه نحن منآمن بهي المقولة، ولكن نشوف نسبة كتير كبيرة من الناس بتروح لإرضاء الناس ولو على حساب أمورها الشخصية، ولو على حساب بيتها، ولو على حساب راحتها النفسية. طب هذا الشيء هو أكيد حالة نفسية موجودة عند أي شخص بيروح لهي القصة، ممكن يكون حالة أنه بيشعر أنه هو حدا دوني عن الأشخاص الآخرين، حدا عنده عقد نقص عم يحاول أنه يرمى أنه بيرضي الطرف الآخر. وبعلم النفس بيقولوا دائما أيضا ظاهرة الاستعلاء، مشوف أشخاص كتير عندهم نقول شوفت حال بالعامية، عندهم هيك كاريزما بتخلينا نقول أنه هو حدا غير اجتماعي، حدا شايف حاله، ولكن بيخفي وراء هاي الظواهر قصص نفسية كتير مهمة وبتشترك بقصص كتير وبخصال كتير مع أن كان الإرضاء الآخرين أو الدوني. اليوم لنحكي عن هذا الموضوع اللي كتير ناس بيعانوا منه، أكيد معنا ضيفتنا لليوم رح تشرح لنا عنه أكثر، وهي الأخصائية التربوية راما حمود. يسعد صباحك يا راما. يسعد صباحك. كيفك؟ تمام الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. كل عام وأنتم بخير. وأنتي بخير. نعاد عليك. إن شاء الله هيك يعني يكون يوم لطيف على الكل. آمين. طالما مشتركين باللون اليوم في وجهة نظر. شي صوت صباحك أستاذة راما. صباح النور. يعني عقدة النقص هي نوعا ما بتخلق مع الطفل من أول ولادته، بيكون عنده عقدة نقص بدرجة ما محددة، لما بيشوف غيره إنه قادر أو الأكبر منه قادر يعمل أشياء هو ما إنه قادر إنه يعملها، فإنه بيقدر يعني هاد استيعاب، بس يقدر انه يستوعب شو في حواليه من المجتمع وحركات المجتمع حواليه بنمي هاي القدرات وبيطورها، ما بتصير عنده عقدة نقص وبتأثر على ثقته بنفسه. خلينا هيك شوي نتوسع بالموضوع اكثر ونشرح اكثر شو هي عقدة النقص من وجهة النظر التربوية والنفسية. هلا بداية هي ما بتخلق عند اي فرد، نحن اللي بنربيها، يعني تصرفاتنا الخاطئة مع اطفالنا هي اللي بتربي عنده هي العقدة. الا اذا كان طبعا عنده نقص بأعضائه، فهون وقتها بيحاول يرمم بأنه حاول يلفت انتباه، لكن هي ما بتنشأ مع الطفل، نحن بنربيها. ممكن هو يحس أنه أنا ما بدني قادر أعمل الأشياء اللي بيعملها أكبر مني. تماماً. هلأ هي محاولة جذب انتباه الآخرين أنه هو موجود، فبيحاول بكل الطرق أنه يسعى لإرضاء الآخرين ولو على حساب احتياجاته، لو على حساب اهتماماته. غالباً هو اهتماماته آخر الاهتمامات. فعقدة إرضاء الآخرين أو نحن اللي نطلق عليها مثلث إرضاء الآخرين، لأنه هي بتقوم على ثلاث حاجات، هي إما خلل إدراكي يعني نقص بالمعتقدات اللي عندنا، أو ممكن تكون سلوكيات تجنبية، وطبعاً نحن رح نحكي عن كل واحدة منهم لكن بشكل عام، وآخر شيء هي المشاعر. دي عنا نحن نسبة كثير بالمجتمع بيروحوا لهي القصة يعني لإرضاء الآخرين، ومثل ما قلت ولو على حساب أشياءهم الشخصية. ذكرنا الدونية وهي أشخاص كتير بيشعروا حالهم أنه هنن أقل من الشخص اللي مقابلهم، خلينا نقول مثلا، وبروحوا لتصرفات كرمال أنه هيك يجاروه ولو بأي شكل من الأشكال. يعني خلينا نحكي عن هذا الموضوع ونعطي أمثلة، دائما هيك المثال بيوصل أكثر للمشاهد. هلا نحن للأسف وقت أنا بقول لطفلي لا تعيط أو لا ترفع نبرة صوتك لأني أنا أكبر منك، فأنا عم ربي عنده هي هذا الأمر إنه أنا دائما الشخص الأعلى مني أو الأكبر مني أنا يفترض أسعى لإرضائه أو حاول إنه هو يمدحني. فأنا تقريبا الشخص اللي عنده شعور بالدونية، أو نحن ما رح نقول دونية، هي إرضاء الآخرين. غالبا هو بيفضل احتياجاته آخر شيء، فهو بيهتم باحتياجات الآخرين، بيهتم بالمقابل كمان لآراء الآخرين. يعني هو حتى لو ما حدا وجه له انتقاد هو بيحركش لحتى لا يا اما مديح يا اما انتقاد. فانا عندي بالخلل الادراكي اللي حكيت عنه اول شيء، هو غالبا بيسعى لارضاء الاخرين من معرفته انه ارضاء الاخرين هي الغايه الكبرى او الاولى اللي عنده. فانطلاقا من مقولتك اللي ذكرتيها رضا الناس غايه لا تدرك، يفترض انا اول شيء ابني عليه الحلول هي انه رضا الناس فعلا غاية لا تدرك. انت ذكرتي هون نقطة، اعطيتي مثال الام والابن، اليوم نحن ما في غاية بين الام والابن، يعني اليوم الام عم تربي،
يعني انا وقت بدي اقول لابني لا تصرخ انا عم ربي هون، يعني وقت بدي اسمع كلمتي هي راحت بعيدا، شو بعدنا شوي عن موضوع الغاي هون في تربيه اسيس فيما بعد. يعني هو هذا الخطا، انا وقت انا عم بقرن له الشغله بانه هذا الشخص هو الاكبر منك، هو الاعلى منك، فيفترض انت تسكت او ما تصرخ كرماله. هلا هي فكره انه لا تصرخ طبعا هي الفكره الصحيحه، لكن السبب اللي فهمت فيه الطفل انه عدم الصراخ او عدم رفع الصوت على الام او الاب او اي سلوك ممكن انا بدي غيره عند الطفل، ممكن يكون بس فقط اني غير كلمات انه لازم، يعني انا اول حل تماما، اول حل اني ابتعد عن كلمات الالزام، ابتعد عن انه كل العالم يفترض تحبني. يعني هو اللي عنده عقده النقص او عقده ارضاء الاخرين مفكر انه كل العالم يفترض يكون عنده مشاعر حب تجاهه، فهو نحن بنبدل الكلمات بدل لازم بدل يفترض، لا بتمنى انه يحبوني كل العالم، لكن اذا ما حبوني فهو هذا الشيء ما بينقص من قيمتي. يعني انا ما اربط قيمتي باهتمامات الاخرين او محبه الاخرين الي، هي الخلل الادراكي. اما العادات فهو غالبا بيتجنب الانتقاد، بيتجنب دائما بيسعى للمديح، حتى لو ما حدا مدحه هو بيحركش لحتى يلاقي او مدحوني. تماما انه معلش مدحوني، او حتى لو ما مدحه بيحاول يعدل سلوكياته حتى يحصل على المدح، فهي الشغله الثانيه. الاهم هو انه نحن مفكرين انه كلياتنا بنسعى للكماليه، انه كل العالم كامل فانا يفترض كون كامل، كل حدا عنده جانب من جوانب النقص او صحيح. الدونيه، لهيك نحن يفترض نتخلى من وهم المثاليه او وهم الكمال. اهم شيء من الحلول هي انه نحن نعرف كيف نقول لا للأمور اللي بتعترضنا بحياتنا وما نرضيانين عنها. إرضاء الآخرين هي على حساب احتياجاتنا واهتماماتنا، فنحن منخجل نقول لا على مناسبة اجتماعية. اتصل فيني صديق مبارح عزمني على غدا وأنا مشغول بقمة انشغالاتي، بترك كل شيء وكل الاهتمامات والانشغالات وحتى لو كانت هي أهمية كبرى بحياتي وبروح على هذا الغداء. فأنا هون تجنب قول لا بدها تكون بالوقت استراتيجية. تماما. خلينا نوقف عند هاي النقطة، إنه في حال فشل هذا الشخص بالمحبة والمديح والوصول للكمالية والمثالية، ممكن يصير عنده صفات إنه يصير عدواني مع الآخرين أو منعزل بعلاقاته الاجتماعية أو يشعر بالخوف والتهديد والتوتر حتى بعلاقاته الاجتماعية من أقرب الناس لإله. هلا العدوانية ما بتظهر عند هدول الأشخاص لأنهم هن غالبا بيحاولوا يجذبوا الاهتمام ويلفتوا الانتباه، فما بتظهر عندهم مشاعر عدوانية، لكن بتظهر عندهم انعزال عن المجتمع وبيخاف من النقد فبيحاول يبعد عن العلاقات الاجتماعية. هلا نحن وقت قلت انا تجنب او مهاره قول الله، يعني بتجنب انا اضغط على مشاعري، اتجنب انه انا اجي على حالي كثير لحتى ارضي غيري. في استراتيجيه كثير نحن بنتبعها، مثل وقت نحن البنات بنعمل دايت، هي انه تطلعي للسندويشه وتقولي انه انت كثير حلوه بس انا ما بدي اياكي هلا. فهي استراتيجيه السندويشه انه انا اول شيء بقول الايجابيه وبعدين بقول لا وبعدين برجع بمدح. يعني لنفترض المثال اللي عطيته انه شخص عزمني على عزيمة غداء بوقت انا في بقمة انشغالاتي، بقول له انا شكرا انك تذكرتني، انك عطيتني من وقتك واتصلت فيني وعزمتني، لكن انا بهذا الوقت كتير مشغولة، اكيد رح نلتقى لاحقا لانه انا فرصة اللقاء معك هي فرصة غالية الثمن. فانا ما اهرته وما اجيت على حالي. طيب كيف بدنا نعرف صفات الشخص يلي بيشعر بعقدة النقص او الدونية، الصفات الاساسية اللي بتكون واضحة؟ هلا هو عنده كثير بيحاول يحصل على التقدير من محيطه، كثير عنده تدني تقدير الذات، يعني ما عنده ابدا اعتراف بحقوقه واحتياجاته، لهيك الاهم من كل شيء حكينا عنه هو وضع الحدود ومعرفة الاحتياجات. أنا مين الأهم؟ هل الأهم هو إرضاء الآخرين ولا الأهم هو
تحقيق شيء بيعود علي أنا كفرد بنجاح أو بهدف بحياتي حققه، أي الأهم؟ وقت أنا وازن بين هاي الأمور بقدر أعرف أنا وين. كل ما كان عندي تقدير للذات بيكون يعني بالوضع الطبيعي أو بالحدود الطبيعية مثل ما منقول. طبعاً نحن ما عم بقول أنا أنه ما نعطي للآخرين، لكن العطاء ضمن حدود، عدم أنانية، ما يكون لكن على حساب الشخص ذاتي. يعني تماماً. راما خلينا نرجع للنقطة الأساسية. دائما احنا بنقول الإنسان هو خير بالفطرة، ما في حدا بيولد شرير، ما في حدا بيولد هو عنده عدد نقص من حدا، يعني تمام. صفحة بيضاء. نجي على العائلة اللي هي الأساسات الأولى بدعم هذا الطفل بتنشؤته، وشفنا نماذج كتير بالمجتمع، يعني المجتمع مليء. فدائما بنقول علميا ونفسيا انه العائله هي المؤسس الاول، الداعم الاول، واليوم البذره اللي انت حتزرعيها حتلاقيها بالمجتمع تمام. فيما بعد يعني خلينا نروح للام، للاب، للعائله والمحيط. اليوم احنا كيف قادرين ننشئ هذا الطفل بعيدا عن كل هدول السلبيات؟ اول شيء بدي اعلمه الحوار، يعني انا كل ما قلت له ابتعد عن هي السلوك السيء يفترض علله بسبب يكون مقنع له، افتح مجالات الحوار، معلش انا عندي طبخ وعندي تنظيف وعندي هي، بترك كل شيء كرمال الصحه النفسيه لطفلي. نحن بعلم النفس اغلب الامراض اللي بتظهر بالمجتمع هي سببها التنشئه الاجتماعيه اللي تعرض لها الطفل باول بيئه اللي هي البيئه الحاضنه له. لهيك الحوار هو مفتاح حلول لكل الامور او العقد اللي نحن بنعاني فيها بالمجتمع. ثاني شيء انا معلش خليني استبدل مواقع التواصل الاجتماعي وافتح لطفلي مجال التواصل الاجتماعي لكن ضمن مجتمعه. طبعا نحن ما بنقدر نبعد الطفل عن الهواتف الذكيه، لكن قدر الامكان حدد ساعات اعطي وقت لهذا الطفل يحاورني، يطرح اسئلته. احيانا الطفل بيلاحظ عقد نقص او محاوله جذب اهتمام من حدا اكبر منه، فممكن يطرح هاي الاسئله. خليني انا المستمع الاول لطفلي حتى اعرف شو العقد اللي عم تنشا عنده، ممكن تكون مو مني، يعني ممكن يكون هو عم يتعرض بمجتمعه لهي العقد او عم تنمي هالعقد عنده. ففتح الحوار هو الحل الانسب لكل الامور. طيب اوقات بنشوف اشخاص عندهم ثقه زايده بنفسهم، او تصنف الناس اللي ما بتفهم ثقه زايده غرور، بيقول لك هذا الشخص عن مغرور او مكابر نوعا ما، ثقته الزايده يعني بتزعج كثير اشخاص حواليه، هذا الشيء يصنف انه نقيض عقده النقص ولا في بدون هو ما يكون عنده او عم يمثل الاستعلاء اللي حكينا عنه؟ تماما. هلا نحن في عندنا خط كبير، اوله هو التقدير الذاتي العادي اللي نحن بنعرفه، اللي هو نحن بنقول مرحله السلام والاستحقاق. انا بعرف حدودي، لهيك انا كثير دققت على وضع الحدود والاحتياجات لاعرف انا وين. وقت بيكون عندي تقدير إيجابي للذات فأنا ما عندي أي مشكلة باللي بتعرض له من النقد. لهيك هي الشيء الثالث اللي كنت بدي أحكي عنه هو المشاعر. يعني أنا ما أربط سعادتي بنقد الآخرين، اتقبل النقد. هلأ اللي عم ينقدني أكيد ما له كامل، وقت أنا عم بتخلى عن وهم المثالية أو الكمال اللي حكينا عنه فأنا بعرف حالي وين. فكل ما تخليت عن هذا الوهم كل ما كان عندي تقدير إيجابي. يمكن إنه لازم يتصالح الشخص حتى مع أخطائه، إنه أنا عادي إني أخطأ، عادي النقد. إني أغلط، عادي إني إنه حدا ينتقدني. تماماً. شيء ما بينقص، يعني إنه كل العالم بتغلط، في ناس وقت بتغلط بتجن يعني. وبيقولوا لك إنه هذا اللي عم ينتقدني أكيد مو كامل. فأنا معلش خليني أخذ من هذا النقد إجباري في شيء إيجابي، خليني أخذه وأشتغل عليه وأطور من ذاتي. آخر مرحلة من مراحل تقدير الذات هي الاستعلاء، وأكثر الأطباء النفسيين صنفوه على أنها هي نقيضة النقص، لكنها بتحمل كثير من الأعراض اللي بشوفها عند عقدة إرضاء الآخرين. يعني هو بيحاول يخفي شوية شغلات عنده ناقصة بأنه هو يتكبر أو يشوف حاله على الآخرين. هي كثير عم نشوفها بمجتمعاتنا، بيقولوا لك أنه هذا كثير مستعلي، كثير مفكر حاله شغلة. لا، هو غالباً عم يحاول يخفي شغلات. هلأ بتقولي لي مين الأخطر؟ الأخطر هو عقدة الاستعلاء، عقدة إرضاء الآخرين. ما لأنه بالنفوس وبالقلوب وبالعقل كمان. أنت مالك عرفانة، أنت مالك عرفانة أنه عنده عقدة نقص، هو
تصنيفها ضمن عقد النقص لكن هو وصلان فيها للمرحلة الأخيرة اللي هي عقدة الاستعلاق. طيب راما خلينا هيك شوي وقت نقول إرضاء الناس الكرمال ما كتير نظلم القصة، أحيانا بيكون الدافع عن محبة يعني تمام. إن كان بعلاقاتنا العاطفية إن كان بعلاقاتنا مع صداقة خلينا نقول مع أطفالنا، يعني أحيانا بيكون هذا الإرضاء دافع حب يعني في تضحية بالقصة يعني، ولكن أكيد كمان عم بيكون على حساب الشخص نفسه. يعني نحن اليوم كيف قادرين يعني ما نكون في حاجز بلوك إنه نحن عنا عطاء ولكن بحدود، وهذا هاي الحدود ما تخليها تتجاوز أمورنا الشخصية أو راحتنا بحياتنا. هلأ بما أنك قلتي العطاء، فأنا كل ما كان العطاء ضمن الحدود العادية والمنطقية المقبولة ما عم يرجع على ذاتي بتدمير شخصيتي أو ما عم يسبب لي حالة اكتئاب أو حالة حزن حالة مأساوية، كل ما كان العطاء معلش عم يرجع إلي بمحبة، يعني أنا وقت عم بعطي العالم عم شوف الفرح، لهيك أنا بدي أشتغل عن نية. بس مو دائما يا راما، نحن اليوم بمجتمع يعني كتير ممكن تتفاجئي بناس بأشخاص ما أتوقع كتير إنه رح يرجع لي رفع سقف التوقعات بشكل يعني بالحياة يعني. ما أتوقع إنه أنا إذا قدمت شيء للعالم رح يرجع لي بالفرح أو رح يرجع لي بشيء إيجابي. نآمن بفكرة العطاء تماما ونآمن بفكرة انه النية نحن عم نعمل لذاتنا لحتى انه نحن نشعر انه نحن ايجابيين او فعالين بالمجتمع بدون ما انطر المقابل. كمان بدي اتحلى بمهارة قول لا، معلش خلينا نتقنها منيح ونأكد عليها ونبتعد عن كلمات انه يفترض العالم كله تحبني، ما حدا رح يحبني لذاتي، رح يحبوني على افعالي، فانا تكون افعالي ايجابية هنن هيك هيك رح ينتقدوا واخذ من النقد الشيء الايجابي. طيب خلينا نوقف عند هاي النقطة لا تماما. في كتير اشخاص عندهم لا اسلوب حياة، أسلوب حياة على شو ما قلت له بقول لك لا لا لا، عنده تقدير لذاته بشكل مرعب، يعني مستحيل يعمل أي شيء ما بيرضي نفسه، المهم أنا نفسي تكون راضية عني وبلا العالم ما ترضى، أو ممكن يخسر كتير أمور بحياته أو حتى أشخاص في سبيل إرضاء نفسه إنه ما يجبر حاله على شيء، وهذا الشيء بنفس الوقت ممكن يسبب أذى للأشخاص يلي حواليه. هون شو الحل؟ يعني هو مهم إنه يكون راضي عن نفسه وبنفس الوقت عم يأذي بدون ما يحس. هلا هي هذا من نوع الغرور او التكبر او محاوله الحصول على كل مستحقاته بالحياه، لهيك يفترض انا اشتغل اول شيء معه انه ما في حياه كامله، انت مو كل شيء بدك تشوفه قدامك بدك تحصل عليه، هي غرور وانانيه يعني قولا واحدا. الشيء الأهم أنه أنا وقت بشوفه عم بيقول لا 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 لمجرد قول لا، فأنا هون بعرف أنه الخلل مو عقدة نقص لا، هو عنده مو مهارة قول لا، هو عنده إنكار أو رفض لكل شيء عم ينعرض عليه، فهذا لا حلوله مختلفة تماما عن عقد النقص. وتقريبا هذا الشخص يعني بيختلف شوي عن الاستعلاء أنه هو ما بيعرف ليه عم يرفض. هذا الشخص محتاج لطبيب نفسي؟ هلا للحقيقة كلياتنا بحاجة، نحن من شوي كنا عم نحكي تحت الهواء انه كل حدا سوي حتى بالحالة الطبيعية هو بحاجة ساعتين تقريبا كل اسبوع لطبيب نفسي، فمعلش غير نظرة يعني، ولكن نحن ما عندنا ثقافة زيارة المراكز النفسية. طيب خلينا نرجع للنقطة اللي عم نحكي فيها، ليش نحن دائما لنظلم هذا الشخص اللي عم يقول لك لا؟ ليش ما نقول هو مرق بتجارب، هو مرق بمواقف اليوم خلتني انه انا اعتزل بنفسي أو أنا أحب حالي لأنه أنا عطيت كتير قدمت كتير وكانت النتائج سلبية، كمان هذا أنا أخذت موقف، هلأ بجوز هي صارت حالي نفسية كمان، هو اضطراب نفسي يعني، ولكن هو مو من مبدأ الأنانية وليس من مبدأ أنه أنا استعلاء، أنا مرأت بتجارب يعني وهي النتيجة كانت. طب هل يفترض عمم كل التجارب على كل الأفراد؟ هي كمان هون خطأ يعني أنا ما صار عندي فقط عقدة نقص لا، صار عندي انعزال عن المجتمع، يعني مو انعزال طبيعي لا، صار متفاقم الوضع، فأنا يفترض لا ما عمم تجربة
فردية على تجارب مجتمعية كاملة. الحياة ماشية بالنهاية، فأنا كل ما كنت مرن يفترض الشخص يكون كتير مرن، يتحلى بهي الروح اللي ممكن تكون يعني متقبلة لكل تغيرات الحياة. ولكن هو اليوم معذور، يعني هو اليوم معذور يعني كمان، يعني وقت اللي بيكون مارق بهد التجارب واصل لهي المرحلة. طب خلينا أكيد نقارن. مو عن عبث يعني اليوم. تماما، خلينا نقارن. هو بعزلته عن المجتمع، هل هو مو يعني عزلة أنه حب الذات تماما، أعطاء النفس وليس الآخر؟ هلأ أعطاء النفس هي أولوية وهي حق من حقوقه، نحن ما عندنا أي مشكلة فيها، لكن ما يكون بناء أو يعني لدرجة أنه يبتعد عن العالم أو يأذي أو الناس. تماما، هي الإذى كمان هاي شغلة أكبر. صحيح. أنه يحاول ينتقم. أنا صار عندي هون فكرة انتقام، فكرة أنه كل ما حدا أسألي أنا بدي روح أسيء انتقم من العالم كله يعني. يعني ممكن ما يكون هذا الثاني بسوء الشخص الأول. يعني على مبدأ أنه مبارح زعجني بيجي أنا بزعج اليوم، شخص زعجني تماما. بيجي أنا بفكر كل العالم سيئين وبزعج كل العالم وفش خلقي بكل العالم حتى، وبطل عندي حدا إيجابي أو ثقة بحدا نوعا ما. نصيحة لهدول الأشخاص يلي كتير بيتأثروا ممكن بشخص وبيرموا ثقل أو عواقب هذا الشخص على أشخاص ما إلا ذنب، خلينا هيك نصائح بشكل بالوقت. أول شيء نفتح مجالاتنا، يعني نكون مرنين بالحياة، نتقبل كل تغيرات الحياة، نعرف أن الحياة ما لها كاملة وما بتوقف على حدا. انتهاء شخص من حياتي أو غيابه ما مو هو نهاية الحياة، ما وقف حياتي على حدا. أعطي ذاتي مثل ما بعطي الآخرين، حاول أنه في شغلة كتير مهمة، أهدي حالي مثل ما أهدي الآخرين لحتى أشعر بسلام واستحقاق. راما أكيد معلومات كتير مهمة ذكرتيها لليوم، وموضوع جدا مهم، يعني خلينا نقول بشكل عام الكل عم يعاني منه. يعني نحن بطريقة أو ما عم نروح لأرضاء بعض الأشخاص، ولكن في ناس بحالة نفسية وفي ناس عن محبة يعني. وبالنهاية مثل ما قلتي يعني دائما التضحية للذات هي الأهم، ونحن نقول لا بالوقت الصح وبالمكان الصح يمكن تبعدنا عن مشاكل كتير كبيرة. نتشكر حضورك لليوم راما، وشكرا لك. شكرا كتير لكم. شكرا.